أخويا ونفسي السني، دير بالك وإياك ثم إياك ترجع وتصير حاضنة للدواعش، لأن لا أبو مهدي موجود ولا حج قاسم موجود ولا أبو تحسين وقناصة موجود ولا أمية موجودة ولا شهدائنا موجودين ولا ناسنا بعد عدها الثقة أنه ترجع وتتحمل التعب والضيم والموت اللي صار بينا بسببكم، وبنكران الجميل اللي صار من أقلياتكم، إذا مو من أقلياتكم فمن قياداتكم الكبيرة، وكل هذا موثق الصورة والصوت. أخوي السني، لا ترجع وصير حاضنة للدواعش، لأن الأم ما تقدر بعد تنفجع بابنها، ولا الأخت تقدر تفزع أخوها، ولا الزوجة تنطي زوجها، ولا الأب اللي ربى ابنه الوحيد وتعب بيه تاليها من يموت يقولون عليه ذيل تبعي من شياوي وإلى آخره من هاي المصطلحات اللي طلعتوها. ونرجع وين؟ نرجع للمربع الأول، فتوى شهيد بطل وطني مغوار إلى أن يصير ذيل تبعي ميليشياوي. هذا كلامنا مو طائفي ابدا والله، هاي نصيحه من اخوتكم الحجداويين. بس ما نريد نرجع لذيك الايام، ما نريد نرجع. تحياتي لكم.